تستحق أن تنتقل للمستوى اللي أعلى منها. ليش؟ لأن إحنا عندنا مجموعة من الموارد البشرية هي نخبة، هي قادرة وعندها شيء موجود داخلها، فأنت بعد تساعدهم أنهم يكتشفون نفسهم. كان شعار الملتقى هو ان كيف ان احنا نطلع الالهام في الازمات. فانتوا انا عارف ان انتوا تعيشون دائما في الحقيقه تحديات وازمات، اذا ما بدينا نتعامل مع الامور بشيء ايجابي احنا دائما نحس ان احنا تحت ضغوط والحياه تمشي علينا ونخلص ونكون متقاعد واحنا ما سوينا شيء. ففكره ان القيادات المهمه راح تنشر الروح، تبي انتوا تكون الروح اللي كان في داخل وزاره الداخليه تنشر هاي الروح الايجابيه وفعلا تحقق الفارق.